السلام عليكم. الثبات على الدين ليس بالأمر الهين ولا إيمان حقيقي حتى يبتل المؤمن ويفتن في دينه، ومن ثم يأتي الثبات أو الانتكاس. قال تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. أشد الناس بلاء الأنبياء، ومن ثم الذين يلونهم. الذين يلون الأنبياء الصالحين وعلى رأسهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فمن الصحابة من قتل أباه وقتل أخاه وخرج مهاجر في سبيل الله، هذه كلها من الابتلاءات العظيمة. ترى في هذه الأيام نحتاج إلى الثبات، لأن الفتن كثيرة جدا، حتى في بيتك في جوالك. يقول عليه الصلاة والسلام في سنن أبي داود: إن من ورائكم أيام الصبر، إي والله أنها الأيام، الصابر على دينه كالقابض على الأجر، العامل فيهن له أجر 50 عامل. قالوا: يا رسول الله، العامل منهم يعني اللي يعمل 50 رجل من بعد الصحابة؟ قال: لا، منكم، معناته الأجر عظيم، ك50 من الصحابة. من ثبت قلب عمر عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم وقال عمر: من قال أن النبي عليه الصلاة والسلام مات قتلته بسيفي؟ من ثبت قلبه؟ الله ثبت قلبه. أتى أبي بكر فقال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم؟ قال عمر: وكان أبي بكر سبب هشوف الصحبة الصالحة من أسباب الثبات على الدين. قال عمر: كأنني للتو سمعت هذه الآية. بل من ثبت أبي بكر وصبر على موت صديقه وخليله النبي صلى الله عليه وسلم. بل الأعظم من هذا: من ثبت النبي عليه الصلاة والسلام: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. الله اللي ثبت سبحانه. فدائما نسأل الله الثبات، اسأل الله الثبات. من أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قصة وقفت عليها بنفسي: رجل كان إمام مسجد، رجل نحسبه والله حسيبه، نسأل الله أن يرحمه وأن يتجاوز عنه، من أجل أن نعلم أن الثبات عزيز ولا يثبت عليه إلا عبد العزيز. هذا الرجل إمام مسجد، تغير حاله وانتكس حاله، لكن الانتكاسات هذه، التساقط هذه، الهدم، ترى هيجي من الداخل شوي 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 شوي، وآخر ما يسقط العلم. الآن في المعركة آخر ما يسقط الراية، إذا سقطت الراية سقط الجيش، كذلك اللحية آخر ما تسقط راية السنة اللحية. الرجل بدأ عنده تساقط داخلي، انتكاسة داخلية، لا نعلم هل انتكاسة داخلية حقيقية أو بسبب آخر، لكن نسأل الله الثبات. ترك المسجد وبدأ يتهاون في الصلاة، تعرف على صحبة سيئة، وصل الحال بها إلى التفريط بالصلاة بالكلية، أصبح يسافر للخارج، نسأل الله الثبات. وقع باللواط حتى بأقاربه إخوانه، والسفرات اللي يسافرها لا شك أن فيها الزنا. والأعظم من هذا، أصبح وصل الأمر فيه إلى درجة الدياثة، وأنه يفعل الزنا بزوجته وهو راضي، وهو من يأتي بالرجل لزوجته. نسأل الله الثبات. والله يا أخوان الثبات عزيز، دين الله عزيز، دين الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: احفظ الله يحفظك، أي احفظ دين الله يحفظك الله، كما قال الشيخ محمد بن عثيمين. أغلى ما تملك دينك، أغلى ما تملك. الإنسان إذا كان يحب شيء حرص عليه كل الحرص أنه ما ينقص منه شيء، وإذا نقص زاده، لأنه يخرج روحه من أجل دينه. ها يا أخواني في الله، نحن نحتاج إلى الثبات في هذا الزمن. إي وربي نحتاج. لا أريد أن أطيل، لكن بعض أسباب الثبات نسأل الله أن يثبتنا وإياكم حتى نلقاه يا رب العالمين. يقول عليه الصلاة والسلام: المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه، كل شيء نهاك الله عز وجل عنه ابتعد عنه من أجل أن يثبتك الله. عليك بكثرة العبادة، أكثر العبادة، عبادة الخفاء تراها من أسباب الثبات. أكثر من دعاء الله عز وجل: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ربي لا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. عليك بالصحبة الصالحة وابتعد عن الصحبة السيئة. بل كثير من الشباب اللي يهتدي ويستقيم ويلتزم ونكس كان بسبب صحبة. عليك بالصحبة الصالحة. استعذ بالله من الفتن. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. كم من واحد قال: أنا قدها الفتنة، أبنكرها، أبزيلها، وسقط. فلا تتعرض للفتن ولا تستشرفها، كما في الحديث: تشرفك، تهلك، تقتلك. عليك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما يتمسكتم فيه لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي،
أكثر من ذكر الله عز وجل، إذا ذكر الله خلص الشيطان. يقول عليه الصلاة والسلام لشداد بن أوس: إذا رأيت الناس يكنزون الذهب والفضة فاكنز هؤلاء الكلمات، احفظوها واعملوا بها وقولوها وعلموها. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، احفظوها وقولوها وعلموا بها. قد تفتن وقد تبتلى بأحب الأشياء إلى نفسك ليرى الله أتثبت أم تسقط. أسأل الله أن يثبتني وإياكم.